دور انا اقدر اقيمكم فيه كاداء، ما كان لكم اي دور، وانما في عندي ملحوظه بسيطه لمساعد الكابتن، خوفك والطياره انها بتطيح كان غير مبرر، لانه الكابتن ومساعد الكابتن هم اكثر ناس بتكون عندهم قوه يعني رباطة شعج، ان شاء الله اني اكون قلتها صح ولا رباطة جعش. نعم ايوه، بس ممكن يكون ممكن الكابتن، ترى نعرف حاتم وعيفان ممكن يفكروا خارج الصندوق، الله يحرمنا من هالتفكير. لا بس برضه بيكون ماسك نفسه كثير يعني. فكان خوفك غير مبرر. السوداني، الهندي، اليماني، الصعيدي، الاجنبي، كنت اتمنى كل واحد شخصيته تطلع بحوار لحاله. في حاجه هي ما كانت داخله في التداخل، هي كانت جميله كمشهد لما كلكم صرختوا، بس كنت اتمنى ما حد يقفل الصرخه الا واحد من الشخصيات. اسفي مدير، مالك يا زول، عليك يعني زي كده تطلعوا فيها. هذه ما شفتها. السعودي انت مش موجود في المشهد، بارد كان بارد اي جدا، ما كنت موجود في المشهد، بس مو المفروض معي لابتوب وسماعات. بس خلوني اقول لكم على حاجه، انا اشكركم على هالمشهد الجميل، اشكركم على ادائكم اللي قاعدين تحاولوا تطلعوا فيه شيء، رغم انا اعرف الظروف اللي انتم مريتوا فيها. التزموا بالوقت، اشكركم على التزامكم، اشكركم على محاوله انكم تظهروا شيء، لكن طلع اللي طلع واللي ما طلع ان شاء الله يتعوض في الاسابيع الجايه. يعطيك العافيه يا حبيبنا ابو غازي عبد الملك، تفضل. طيب يعطيكم العافيه يا اخوان، ارجوكم تاخذون ملاحظاتي بصدر الرحم وتاخذونها في عين الاعتبار. انا بقولها على السريع وبسردها. دخلنا في مرحلة الملل في نص السكتش، صار في تخبط، ما احنا عارفين وش تبون تقولون ولا عرفتوا توصلون الفكرة، يعني لما وصلتوا للوسط الرتم طاح. اوكي طيب، عيفان هاجري، عيفان انا تكلمت معك على الوقفة المسرحية الصحيحة، دخولك الى ان جلست على الكرسي كان غلط 100%. طيب الحوار كان داخل في بعضه، يعني ما كان في تنسيق بينكم، يعني اللي كان يمثل هنا فجأة في اثنين يمثلون هناك وهذول لسه ما خلصوا حوارهم، فاحنا صرنا ضايعين ما ندري نركز مع الجروب اللي هنا او نركز مع الجروب اللي دخل. طيب تقريبا نفس الملاحظات كانت موجودة في الجروب اللي قبله، في الجروب اللي قبله ما في بروفات كافية، ما في تنسيق بينكم كويس، حلو توزيع الكاركترات بس كان ودي انكم تشتغلون عليها اكثر، يعني انتم اشتغلتوا بالحوار وتجسيد الشخصيه بانه اليماني يقلد لخنه اليماني، لكن كاداء كان احس انه هو يقلد، يعني هو يقول شخصيته الحقيقيه، هو ما قاعد يعني ما هو متقمص شخصيه واحد من دوله اليمن الشقيقه والمفروض انه هو ما يعرفه وهذا مجرد شخصيه هو قاعد يؤدي. ايش كمان هنا عندنا؟ السعودي اللي طالع بزنس كلاس. اي السعودي اللي طالع، قلنا الملاحظه كمان. الصعيدي ما كان عندك ركوز في الكاركتر، يعني انت قاعد تقول وبس، ابي ارمي اي كلام واخلص، وبعدين ضربك للعصا على الستيج كان ياثر على اخوياك وهم قاعدين يمثلون. دائما اي حركه في المسرح لازم يكون لها مبرر، ليش انت قاعد تضرب العصا؟ وش السبب؟ وانت جالس ما عندك حوار ولا عندك شيء، طع طع طع، ما ادري، لا شعوريه صراحه. لا شعوريه، المفروض نكون ذهننا حاضر، نركز في العرض، نفهم خوينا وش بيقول عشان نساعده، ناخذ ونعطي معه. هو المسرح دائما يعتمد على الجماعه، لازم المفاتيح كيوهك، هذا قال الكيو حقك انت تتكلم، وانا اعتقد اني شرحتها لكم، بس كل اللي شرحته ما اخذته. طيب معلش عبد الملك، الكيو كيف يجي؟ الكيو يجي بالاتفاق، بالبروفات، في البروفات. شكرا لك، سلمني واستلم. انا ودي بس عادي ما اطول، لانه يعني ما شاء الله تبارك الله في الوقت التزم، ابغاك تعطيني سالفه انت الصعيدي باللهجه الصعيديه عن رايك في لجنه التحكيم بالصعيدي. اتكلم يعني ايه؟ هو ايش فيك الكلام انت بس اهدى وحنا نتعلم، هذا تونسي والله. وش بيك؟ وش بيك خويا؟ وش بيك خويا؟ ركبت حضرتنا. الله يعطيك الف مهكر مهكر الله مهكر، معليش والله، لجنتنا باقي شيء عشان المشهد الثالث. الله يعطيكم الف عافيه، شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. طيب المجموعه الثالثه، حاتم الحربي، احتاج ترى طقمك، عندي سفره قريبه.
الله يشفيها. طيب على بال ما تجي المجموعه الثالثه.